استنى حلفتك بالله ما تقلب الفيديو ده غير لما تكمله للاخر، عشان قسما بالله قسما باللي يعز ويذل انا عايز مصلحتك. يعني في الفيديو ده مش عايز ترند ولا عايز مشاهدات ولا عايز لايكات ولا عايز متابعين، والله وحياة الشهر الكريم اللي داخل علينا ده انا عايز مصلحتك انت وبس. لان في الفيديو ده هقول لك على علامات بتدل على غضب الله عليك، يعني العلامات اللي هقولها لك دي لو فيك انقذ نفسك، انقذ نفسك وصلح من نفسك وصالح نفسك مع ربنا سبحانه وتعالى. العلامات اللي هقولها لك دي بتدل على غضب الله عليك والعياذ بالله، فربنا ما يجعلنا من اصحاب العلامات دي. اسمع الفيديو للاخر، واحنا داخلين على الشهر الكريم استغل الكلام اللي انا هقوله لك ده، ولو انت فيك العلامات دي ربنا ما يجعلها في اي حد فينا، حاول تصلح من نفسك. علامات بتدل على غضب الله عليك ايه هي؟ تعالوا نشوفها مع بعض. اول علامة من علامات غضب الله عليك ان انت ما بتعرفش تدعي او ما بتدعيش ربنا، ما بتعرفش تقول يا رب انا عايز ايه. دي العلامة دي يمكن سهلة شوية، انما اخر علامة دي لو فيك، اخر علامة في اللي انا هقولهم، يبقى انت والله العظيم وصلت للنهاية، وصلت لنهاية غضب ربنا لو العلامة الاخيرة فيك. قلنا العلامة الاولى هي انك ما بتعرفش تدعي، ما تعرفش تدعي تقول ايه، دي من علامات غضب الله عليك. طب واحد هيقول لي ليه انا لو ما بعرفش ادعي دي ربنا غضبان عليا؟ اقول لك انا، لانك ان انت تدعي ربنا ده توفيق من عند الله سبحانه وتعالى. انما لو ربنا ربط لسانك عن الدعاء وانك ما بتعرفش تدعي كده فعلا ربنا غضبان عليك. الحق نفسك، معناها ان ربنا مش عايزك، ربنا مش عايز يصرف همك، ربنا مش عايز ييسر امرك، ربنا مش عايزك، فلازم تخاف من العلامه دي لو فيك. العلامه الثانيه ان انت مثلا لو رحت دفنت ميت او شيعت في جنازه او طلعت في جنازه او حد وصلك خبر ان حد من قرايبك او من صحابك او صاحبك الانتيم مات، وده ما تحركش قلبك، ما تحركش ولا تزحزح ولا خاف ولا قلق، يعني ولا قال الله يرحمه ولا زعلت عليه ولا هزك موت حد من احبابك، اعرف ان ربنا غضبان عليك. لان معنى كده ان قلبك ده قسي، معنى كده ان خلاص ما عادش فيك امل، معناها ان ربنا خلاص هيطردك من رحمته. فاحذر، فاحذر من هذه العلامة. انك لو عايز تعرف ان لسه فيك امل وان ربنا هيبقى راضي عنك، لما تسمع بس خبر الموت او خبر ان حد توفاه الله من اقربك او من حبايبك تترعب، لما تسمع سيرة الموت تترعب، اعرف ان لسه فيك امل وربنا ان شاء الله مش هيغضب عليك. العلامة التالتة انك لو شفت الشيخ مثلا في صوان ولا في فرح ولا في عزاء، ولو انت بتصلي ورا شيخ وذكر آية من آيات الجنة والنار وعينك ما دمعتش وارتعبت، خلي بالك برضو ان انت داخل على مصيبة، لانه من لم يكفيه القرآن واعظا فالنار تكفيه. النبي عليه الصلاة والسلام اللي ربنا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كانت لما تذكر آية من آيات الجنة والنار كان يشيب شعره، كان يرتعب ويخاف من الآيات اللي كانت تذكر فيه النار. العلامة الرابعة من علامات غضب الله عليك ان انت كل يوم بهمك الناس. ها اخبار الفيديو ايه؟ جاب مشاهدات كتير؟ طب الناس مدحته؟ الناس ذمته؟ طب جاب لايكات كتير؟ هو انت شغال عشان مين؟ عشان الناس ولا عشان ربنا سبحانه وتعالى؟ اصلا مش عايز اوصل رحم فلان عشان فلان ده ما بيوصلنيش، اصلا مش عايز ادي فلان ده عشان فلان ما بينزلليش منظور. وانت بتتعامل مع مين؟ مع الناس ولا بتنفذ اوامر ربنا سبحانه وتعالى؟ لو فيك العلامة دي براجع نفسك من غضب ربنا. العلامة خمسة والأخيرة واللي هي حذرتك منها في أول الفيديو، ركز فيها كويس. العلامة الخامسة واللي هي لو فيك اعرف ان انت وصلت للنهاية، ان انت خلاص كده ما فيكش امل. العلامة الخامسة ان لما يجي حد يذكرك بربنا سبحانه وتعالى تزعل وتتضايق، لما حد يقولك لا انت غلطان انت على غلط تتنرفز، لا خلي بالك انا كويس انا مش عارف ايه، وتزعل وتتضايق، كده انت وصلت للنهاية، مش فارق معاك حاجة، مش معترف بغلطك ان انت غلطان في حق ربنا سبحانه وتعالى، وتفضل تجادل وتناقش ومش عارف ايه. سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه كان عيل صغير يقول لهم انا ابكي لكم امير المؤمنين. يبكي لهم امير المؤمنين ازاي؟ ازاي عيل صغير يبكي او يخلي سيدنا عمر يبكي؟ كان يوقفه يقول له يا امير المؤمنين اتق الله، كان ينحني سيدنا عمر ويبكي. يعني سيدنا عمر عشان طفل صغير قال له اتق الله، ذكر قدامه اسم ربنا بكى. اللي انت لما حد يقول لك اتق الله ممكن تمسك فيه، اتق الله انت شايفني ظالم، فاكر ان اتق الله دي بيشتمك،
اتق الله. المفروض توقف ساكت وتراجع نفسك لما حد يقول لك اتق الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. أيوة أنت يلي كملت الفيديو للآخر وشفتني، لما تيجي مثلا أختك ولا مراتك تقول لك صلي، خليك في نفسك أنت بس يا ست الشيخة. ابنك يقول لك يا بابا أنا نفسي أشوفك بس يا ولد، اعمل بس أنت اللي أنت عايز تعمله وسيبني أنا في حالي كده. أنا قلت لكم الخمس علامات وحفظان الله وإياكم منهم إن تكون فينا العلامات دي. حاجة تانية أحب أقولها لك، لو أنت استفدت كملت الفيديو للآخر وفيك العلامات دي أو علامة منهم، راجع نفسك، راجع نفسك وارجع لربنا سبحانه وتعالى، لسه قدامك فرصة. حاجة أخيرة، شارك الفيديو عشان اللي ما يعرفش المعلومات دي يعرفها وتاخد الأجر والثواب. أي حد هيشوف الكلام ده ويسمعه ويحسن من نفسه هتكون أنت السبب لما تشارك الفيديو وكل الناس تشوف الفيديو ده. حفظني وحفظكم الله من كل سوء وكل حاجة تغضب ربنا سبحانه وتعالى.